السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، ويا هلا ويا مسهلا فيكم وفي تواجدكم في أي موقع تتواجدون فيه. اليوم أخفي لكم صورتي وأترك لكم هذا المنظر الجميل يتحدث عن نفسه. من معزتي ومحبتي لكم وغلاوتكم عندي يعلم الله أن اليوم ذهبت كذا بعدما صلت الفجر، أجيت إلى هذا الموقع وإلى هذا السيل وإلى هذا المنظر الذي يرد الروح. يقول الماء والخضرة والوجه الحسن، واليوم الماء عندنا والوجه اليوم إن شاء الله وبحول الله يشرح لكم قصة أو يتكلم لكم عن قصة هذا المثل الذي الكثير من الشباب يسألني عنه، يقول ما هو قصة هذا المثل يا أخي؟ فاليوم هأشرح لكم أنا عن قصة هذا المثل وأوضح لكم وأبين سببه وفي أي محل قيل وما هي المناسبة التي قيلت فيه. فهذا المثل مشهور ويتداول الكثير من الناس، يتداولون حتى اليوم، ويقال ما هو سبب قوله، لما هو تقول انه ولما نقوله احنا ويقولون الناس كلهم، سببه انه تقوله عندما يذهب عنك شخص غير مرغوب فيه، او عند ضياع شيء غير مهم، او تتمنى ضياعه في قرارة نفسك. اما حكاية المثل وسبب تداوله، هذا المثل كان يقال في احدى حارات القاهرة القديمة، كانت تعيش عجوز في عقدها السابع تدعى بأم عمرو، وكانت حادة المزاج والطباع سليطة اللسان، تفتعل المشاكل مع أهل الحارة وتتشاجر معهم بدون سبب يذكر، لدرجة حددت لدرجة شوف فيها وصل بها النفس، فيها وصل بها الشيطان، وصل بها الحد إلى أنها تعمل ماذا؟ كل يوم تقرر يوم خاص لافتعال مشاكل مع أحد الأسر. وهذه المرة وهذا اليوم إحدى الأيام نزل على القاهرة أو نزل في هذا الحي رجل هو أسرته وأولاده، جديد ساكن جديد مع أسرته، يقال له أبو أيوب، وكان له وأنتم بالكرامة وكل السامعين حمارا، مع حمار يركبه للذهاب إلى مقر عمله. وبينما كان أبو أيوب يتعرف على يعني يسأل عن أهل الأسرة عن هذه الحارة عن هذا كذا عن أسرة هذا، يتعرف عشان يقول لك الجار قبل الدار، نعم الجار أنه قبل الدار صحيح، فيبحث مسكين ويسأل عن الجيران وعن الحارة، قالوا له إن موعدك أنت، من خوفهم ومن غضبهم ومن عدم ارتياحهم قالوا له لا تستعجل، إن موعدك أنت وأسرتك للشجار مع أم عمرو غدا بكرة إن شاء الله. وسردوا له قصتهم معها، فجلس يفكر مع زوجته، ولكن اهتديا هو زوجته توصل إلى حل على أنهما لا يتعرض لأم عمرو ولن يرد عليها مهما بلغ الأمر. وبينما هو وزوجته وأولاده يستعدون في يوم من الأيام يعني فطارة قديهم على ما صحات الفطور، فإذا بأم عمرو تكيل عليهم من ألوان السباب والشتائم ما لا يخطر على بال أحد وما لم يسمع به أحد من قبل وجلست تسبهم، فإذا وهم ساكتين يعني هم ما كلموا عليها ولا شيء، سكاتة ما حد هب لها ولا كلمة، فإذا بها تسقط مغشيا عليها طاحن من مقامة حط الغاشية، ما لكم ما لكم؟ قالوا والله فلانة، لأنهم حد رد عليها ولا أي حاجة سقطا مغشى عليها، قالوا يلا الآن نروح بها المستشفى، ما في معاهم حاجة يحملونها على المستشفى، يروحون بها وكل واحد ما وده يحملها وكل واحد مصدق وتمنى زوالها، وفرحوا أهل القرية بموتها لما لأنها سليطة لسان تآذيهم وتسبهم وتشتمهم من غير سبب، هكذا بس قاعد لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة في هرة عجوز أو امرأة في هرة سقتها، دخلت النار في هرة واحدة يعني ما كانت تسقيها ولا تطعمها ولا شيء، ودخلت الجنة امرأة عجوز بسبب أنها كانت تحسن إلى جيرانها بقطعة جبن. فانظروا يا جماعة الخير الفرق هنا، المهم يعني قالوا معنا الحمار مين وانتم بالكرامة، معنا الحمار أبو أيوب، يلا يا أبو أيوب نبغى حمارك عشان نحملها عليها، والله شلوا حمار حقه وقالوا يا أبو أيوب نبشرك ما لكم؟ قال حمار ذهب ومعاده راجع له ولا مع قال. فقال أبو أيوب هذا المثل الذي هو نختم به كلامنا، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. حفظكم الله أعزائي المتابعين، وإذا أعجبتكم القصة وهذا المثل لا تنسونا من الاشتراك واللايك والدعوات، والله يحفظكم، تحياتي لكم محبكم أبو مطران
من على السيل وبجوار السيل. انظروا الآن هذا المنظر الجميل الحالي اللي اليوم أنا أمتعكم فيه، أسمعكم قصة وأمتعكم ناظركم بالسيل. يحفظكم الله دائما وأبدا، ونلتقي إن شاء الله غدا أو في أي وقت نحصل فيه على فرصة. ولا تنسوا من تفعيل الجرس، الله يحفظكم، وإن شاء الله إننا دائما متواصلين معكم في كل خير وكل نافع ومفيد.